يا صباح الخيرات على كل حضراتكم السادات والسادة مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم، وأهلا بكم جميعا وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. ساعات قليلة جدا بتفصلنا عن أكرم الشهور وأحب شهور السنة على الإطلاق، شهر رمضان الكريم. ربنا يتقبل صيام حضراتكم فيه إن شاء الله، وقيام حضراتكم وصالح أعمال حضراتكم. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب ينعاد علينا كلنا كل سنة بالخير واليمن والبركات. وبالنسبة لك أنا هوند، فأنا يعني يطيب لي، ما تقولش بقى والله العظيم يطيب لي، بس هي زي ما تقولي كده محجره ورايا. الزميله ابو كيره حطها بين الاسلاك تقريبا. معلش احنا مع بعضينا حضرات، ما فيش حاجه. لا الله، كل سنه وانت طيبه وحاويه وحوي واجواء رمضان. بجد والله هديه ليا. مش انا قلت لك ولا هتاخده بعد الهوا؟ بعد الهوا هاخده. طب ده سؤال، استنى بيعمل حاجه. طبعا ده حلو جدا، قلت لك هتنبهري. والله العظيم شكرا، والله بجد شكرا. كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم، وان شاء الله نعمل شغل جميل في رمضان يا رب ان شاء الله. ميرسي يا كريم بجد. كل سنه وانت طيبه. والله ما كنتش اعرف عشان تبقوا عارفين، بس يعني كل سنه واحنا جميعا بخير. وزي ما كريم قال كده، يا رب يا ربنا يتقبل صيامنا ودعواتنا. يعني خلينا ندعي بقى الفتره دي، وان شاء الله كده ندعي بثقه ان كمان الدعوات هتقبل، وكل حاجه الواحد في نفسه انها تتحقق له في الحياه يدعي. عارف اوقات كده ناس تقول لك لا انا ده كتير عليا، مش حاجه كتيره ومفيش حاجه صعبة على ربنا، ادعي وسيبها على الله، وان شاء الله كده يكون شهر كريم علينا جميعا ونقابل قرايبنا. تعرف السنه اللي فاتت كانت صعبه برضو. طبعًا ناس كانت بعاد عن بعض شويتين، علشان ناس خايفه تعدي بعض، بالذات الاهالي واللي هم لو انت في عيلتك حد من كبار السن. فلا ان شاء الله الوضع يكون مختلف رمضان ده، ونقدر ان احنا نزور قرايبنا ونزور الناس اللي بنحبهم ونتعزم عند بعض، بس برضو نخلي بالنا اكيد طبعًا على قد ما نقدر. صباح الفل والخير على حضراتكم. دي تعتبر اخر حلقه بقى في 10 الصبح في الاهلي قبل رمضان. هنكون مع حضراتكم كل اثنين بقى بعد كده من 10 ل 12 مساء، بس هنستثني الاسبوع ده ان احنا هنكون معاكم يوم الثلاث باذن الله. يا رب تبقى برضو فقرات وحلقات جميله.